بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة مجددا في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. نتناول في هذه المحاضرة العوامل المؤثرة على استقلالية الكفيف. يتوقع بعد انتهائك من هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تحدد العوامل المؤثرة على استقلالية الطفل الكفيف أثناء التنقل. 2- تتعرف العوامل المؤثرة في تعلم الكفيف لطرق وأساليب التوجه والحركة. الجزء الأول من هذه المحاضرة يتناول العوامل المؤثرة على استقلالية الطفل الكفيف أثناء تنقله. هناك نوعان من العوامل: العوامل البيئية، وتتمثل في إما البيئة الطبيعية التي تتمثل في الجبال والوديان والأنهار وحالة الطقس، هل هو مشمس ممطر. العوامل البيئية الأخرى تتمثل في عوامل البيئة المادية أو الصناعية، وتتمثل في عناصر البيئة المعمارية كالشوارع والأرصفة والمصاعد والسلالم والدرج. كل هذه العوامل تؤثر على الكفيف في استقلاليته أثناء التنقل. نأتي إلى النوع الآخر من العوامل، وهو العوامل المتعلقة بالفرد الكفيف نفسه، ومنها العوامل النفسية والعوامل الحركية والعوامل المعرفية والعوامل الانفعالية والعوامل الاجتماعية. العوامل النفسية تعني وعي الكفيف بأعضاء جسمه وأسماء هذه الأعضاء ووظيفتها، لأن الكفيف يواجه صعوبة كبيرة في قدرته على إدراك وعيه بجسمه. طبعا نتحدث عن المراحل الأولى من عمر الكفيف، كما أنه يعاني من الإحباط نتيجة المواقف التي تذكره بإعاقته. النوع الآخر من العوامل، العوامل الحركية. فالطفل الكفيف يظهر تخوفا من المشي أو يمشي ببطء. لماذا؟ لأنه لم يألف البيئة بعد، ولم يألف عملية السير والتنقل، وبالتالي فهو يكون حذر. كما أن الطفل الكفيف قد يواجه مشكلة في عملية التآذر الإدراكي الحركي. والنوع الثالث من العوامل هو العوامل المعرفية، ويقصد بها عدد من المهارات المرتبطة بمفهوم التوجه والحركة، مثل مهارات تصور مفهوم وحل المشكلات. العوامل الانفعالية، وهي يقصد بها ما ينتاب الطفل الكفيف من مشاعر النقص والعجز والدونية والخوف ونقص الدافعية، مما يؤثر سلبا على حركة. العوامل الاجتماعية، ويقصد بها اتجاهات المجتمع وردود أفعاله تجاه الطفل الكفيف. فهناك مجتمعات تهتم كثيرا بالأفراد ذوي القدرات الخاصة ومنهم المكفوفين، وتوفر لهم رعاية كاملة وتوفر لهم برامج تدريبية وعلاجية تساعدهم. نأتي إلى الجزء الثاني في محاضرة هذا اليوم، وتتعلق بالعوامل المؤثرة في تعلم الكفيف لطرق وأساليب التوجه والحركة. في الجزء الأول كنا نتحدث عن العوامل المؤثرة في استقلالية الكفيف، هنا نتحدث عن العوامل المؤثرة في تعلم الكفيف لطرق وأساليب التوجه والحركة. أول هذه العوامل هي درجة واستعداد الحواس المتبقية. من المعروف أن الشخص الكفيف كف كلي يختلف تماما عن الكفيف كف جزئي. أيضا الذي فقد بصره من قبل ميلاده يختلف عن من فقد بصره في السنوات الأولى من عمره، يختلف عن من فقد بصره في مرحلة عمرية متأخرة. فهذه كلها تؤثر في استعداد ودرجة وجودة الحواس المتبقية لدى الكفيف. هنا نتكلم عن بقايا الإبصار، وهناك الحواس الأخرى مثل السمع واللمس والشم والتذوق. فإذا كان شخص كفيف يمتلك هذه الحواس الأخرى بدرجة عالية، يختلف عن شخص كفيف يمتلك الحواس الأخرى بدرجات متفاوتة أو لا يمتلكها، ممن هم الأفراد ذوي الإعاقات المتعددة. العامل الثاني يتعلق ب
معامل الذكاء؟ هل الفرد الكفيف الذي يتمتع بدرجة ذكاء عالية يتساوى مع الفرد الكفيف الذي يتمتع بدرجة ذكاء منخفضة؟ بالطبع لا. الأول يتعلم هذه الطرق والأساليب المتعلقة بالتوجه والحركة بسهولة، أما الثاني يحتاج إلى وقت أكبر. الحالة النفسية للكفيف تؤثر بشكل كبير جدا على تعلمه لأساليب التوجه والحركة. فمثلا شخص مقبل ومتفائل ومتحدي يستطيع أن يتعلم بسهولة، أما شخص محبط مر بظروف قاسية، كل هذا يؤثر بشكل سلبي في تعلمه لأساليب التوجه والحركة. العامل التالي هو تسهيلات المجتمع للكفيف. هل المجتمع يوفر تسهيلات لتعلم الكفيف مهارات التوجه والحركة أم لا؟ سواء كانت تسهيلات اجتماعية، تفاعل الناس، تقبلهم للكفيف إلى آخره، أو تسهيلات موجودة في الخدمات، المواصلات، الأسواق إلى آخره. العامل التالي هو الدافعية للتدريب. هناك بعض الأشخاص المكفوفين الذين يمتلكون درجات عالية جدا 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 من الدافعية، سواء كان للتدريب على مهارات التوجه والحركة أو غيرها من المهارات. وهناك بعض المكفوفين الذين لا يمتلكون دافعية، وبالتالي فهذا يؤثر بشكل سلبي على تعلمهم لطرق وأساليب التوجه والحركة. أيضا من العوامل المؤثرة التفاعل الاجتماعي للكفيف نفسه وليس تسهيلات المجتمع. التفاعل الاجتماعي للكفيف نفسه، هل الفرد الكفيف نفسه قادر على أن يتعلم وسط المجتمع ويسير وينطلق ويتحدى العقبات، أم أنه مغلق على ذاته؟ لا يرجو التعلم، محبط وهكذا. أما العامل الأخير فهو الخبرات السابقة للكفيف. الخبرات السابقة إما أن يكون قد اكتسبها نتيجة المرور بخبرات مماثلة، أو اكتسبها نتيجة لتوقيت ودرجة الإعاقة، توقيت ودرجة كف البصر. كما تحدثنا في العامل الأول عندما كنا نتحدث عن استعداد الحواس، فإن الفرد الذي فقد بصره من قبل الميلاد خبراته السابقة تكون منعدمة، أما فرد فقد بصره عند سن 25 مثلا فإنه اكتسب كثيرا من الخبرات البيئية. هذه هي العوامل المؤثرة في تعلم الكفيف لأساليب التوجه والحركة، وأشكر لكم حسن استماع.